أولى محطاتنا لليوم من عالم التكنولوجيا والإنترنت وخبايا هالعالم وأسراره. رح نحكي اليوم عن الفيروس والثغرات الأمنية وآلية عملها وكيف ممكن نحمي الشبكات والأجهزة مع خبيرنا ضيفنا أمين الزين، خبير بعالم التكنولوجيا وأمن المعلومات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. يسعد صباحك. يعني كنت عم أقولك تحت الهواء أنه قديش اختصاصك مهم وقديش يمكن بهذا وقت السوشيال ميديا وعالم السوشيال ميديا الواسع بحاجة لهذا الاختصاص. خلينا نحكي أكثر عن شو هو الفيروس، خلينا نتعرف الفيروس يمكن كيف بيخترق إما المواقع الخاصة فينا أو أجهزة الكمبيوتر. بالحقيقة في عنا شيء أساسي اللي هو نحن بنسميه الثغرات الأمنية، اللي إما بيكون الفيروس بيدخل لحتى يستغل ثغرة أمنية معينة وبالتالي التنصت على معلوماتنا، وبهالحالة بتروح السرية تبع معلوماتنا اللي هي دائما الهدف تبعنا أنه نحافظ عليها. والشيء الثاني اللي هو الثغرة الأمنية اللي هي بتصيب أنظمة التشغيل عادة أو اللي بيكون سببها خطأ برمجي. هي بالمجمل الشيء اللي له علاقة عن الفيروس و الثغرات الأمنية. طيب خلينا نحكي معك، يمكن السنة الماضية بالشهر الخامس ضرب فيروس أجهزة الكمبيوتر من خلال مثل ما قلت استغلال ثغرة أمنية أو خلل معين، هو كان يعتبر يمكن من أهم الاختراقات الأمنية للكمبيوتر. خلينا نحكي عنه، هي الثغرة الأمنية شو هي؟ صحيح، بالسنة الماضية بالشهر الخامس ضرب فيروس WannaCry أو ما يسمى بفيروس الفدية. الفدية كان تمام. هذا الفيروس بيقوم باستغلال ثغرة أمنية داخل أنظمة تشغيل مايكروسوفت ويندوز وبيأهل على تشفير هاي الملفات، تشفير ملفات الضحية أو المستخدم، ومن بعد ما يشفر ملفات الضحية والمستخدم بيقوم بمراسلة أو المستخدم بيطلب من الشخص اللي أرسل له الفيروس أنه يفك له تشفيره بفدية مالية. طبعا العملات الرقمية كانت هي جزء كتير أساسي بعمل هذا الفيروس، بسبب انه المخترق والضحيه ما لهم قادرين يعرفوا بعض. طيب يعني شو الثغره الامنيه اللي تم استغلالها؟ هي داخل انظمه تشغيل مايكروسوفت ويندوز، وهي لها كان زمان يعني من انظمه تشغيل اكس بي فما فوق كانت مصابه بهي الثغره. نعم، هي بالنسبه للفيروس WannaCry. من خلال يومين الماضيات انتشر فيروس اسمه CrossRat. يوم لتاريخ يوم الخميس الماضي كان هذا الفيروس فقط مكتشف من قبل 3 أنواع مضادات فيروسات. لتاريخ اليوم الصبح صارت الغالبية العظمى من شركات المضادات الفيروسات اللي بتنشئ برمجيات المضادات الفيروس صار عندها علم فيه، وصارت أنتجت تحديثات لحتى تقدر تلقط هذا الفيروس على أجهزة الكمبيوتر، وهو كان شغال من عام 2014 طبعا. نعم، ولكن لهي السنة لحتى تم اكتشاف أنه هذا الشيء كان موجود. طب شو هي يمكن الإشارات يلي أنه يعني ظهرت انه هلا في فيروس او في هذا النوع من الفيروس؟ هلا عاده في فرق امنيه حول العالم بتكون دائما عم تشتغل وعم تراقب المعلومات والبيانات اللي عم تصير من اجهزتنا اللي هي عم تطلع على الانترنت او على مستوى الشبكات الداخليه. بهي السنه مع بداياتها انتشر ثغره امنيه جدا خطيره، وهي تعتبر يعني ثغره امنيه على مستوى العالم وتاريخيه، يعني اللي هي لها علاقه بمعالجات الكمبيوتر والاجهزه الالكترونيه. يعني نحن وقت عم نحكي عن كمبيوتر او عم نحكي عن موبايل او جهاز موبايل فنحن معرضين لخطر هي الثغره. هي الثغره هي موجوده بطريقه عمل المعالج، سميت تم اكتشاف هي الثغره من خلال فريق عمل جوجل الامني. هي الثغره اسمها ميلتداون وسبكترا وسبكتر. هي الثغره بتخلي المخترق في حال زرع برمجيه معينه على جهاز كمبيوتر المستخدم بانه يسحب بياناته كافه من خلال التنصت على مهام المعالج. يعني عادة الثغرة بتكون على مستوى برمجية داخل جهاز الكمبيوتر أو جهاز الموبايل. نحن اليوم عم نحكي عن شيء اختراق، يعني نحن عم نشوف شو عم ينفذ المعالج من بيانات كاملة. يعني إذا نحن بنكتب مرحبا فهي المرحبا صارت عند الشخص اللي ساوى الاختراق لجهازي. هي بالنسبة لهي الثغرة وتعتبر جدا خطيرة. هلا كثير من الشركات أنتجت تحديثات، ولكن هي التحديثات حقيقة لحتى الآن ما لها جذرية. الخلل الأساسي اللي لحد الآن موجود هو مع معالجات إنتل.
شيء اللي له علاقه مثلا بالايفون او الاندرويد لحد هلا كايفون تمت السيطرة عليه. هيدون الصغرات اللي تمت السيطرة. كايفون تمت السيطرة عليه. إذا عم نحكي عن أندرويد فهو موديلات موديلات. يعني حسب موديل الجهاز الشركة أنت هل الشركة المصنعة مثلاً إذا عم نحكي عن سامسونج أنتجت هالتحديث لهذا الجهاز تبعه أو لا. إذا عم نحكي مثلاً عن HTC إلى آخره. كم بنفس الوقت كمان أجهزة الكمبيوتر سواء المحمولة أو الأجهزة المكتبية كمان هل هي أنتجت أو لا. فبالتالي لسه على الموضوع ما انحصر بشكل جذري مثل ما صار مثلا بالسنة الماضية مع فيروس واناكراي اللي دغري مايكروسوفت أنتجت تحديث خلال يومين أو أربعة أيام لحتى تحتوي أزمة هذا الفيروس. اليوم نحن الشيء الموجودين فيه هو غير قادر على الاحتواء بشكله الكامل ببعض الحالات. وهذا يمكن هي ضمن الصغرات اللي اكتشفها الفريق الأمني لجوجل بعام 2018 صغرتين مع بدايتها بشهر 3 مع بداية يعني بالثلاثة من الشهر الحالي تم اكتشاف تم اكتشافها من خلال اختراق يمكن معالجات الكمبيوتر. طب هيك ثغرات ما بيكون في يمكن فريق أمني مثل جوجل قادر انه فعلا يحميها أمنيا؟ يعني انت بتحس حالك لمرحلة معينة فعلا مخترق أمنيا، يعني فيك يتنصت على جميع التفاصيل اللي عندك اياها. هلا انا دائما بقول او دائما بنقول احنا بنظم امن المعلومات انه لا يوجد حمايه مطلقه. دائما احنا بنعاني من ثغرات باي برمجيه اللي احنا بنتعامل عليها سواء كانت على مستوى موبايلنا او على مستوى كمبيوترنا او على مستوى منظومه عمل شركه او حكومه او قطاع بنكي الى اخره من القطاعات اللي بتستخدم تكنولوجيا المعلومات. هي الحماية أو لحتى لحنا نحمي صح فلحنا لازم يعتمد طريقة عملنا، يعني كخبراء لحنا نشتغل ضمن هاي المنظومات على كيف فهمنا لهالآلية. يعني بمعنى آخر إذا أنا اليوم عم استخدم هالموبايل شو البرامج اللي بدي إياها؟ هل أنا بنزل حيالة برنامج بدي إياه ولا لا؟ في برامج معينة أنا لازم استخدمها. حتى في مواقع كمان هي بتبث فيروس فورا. تمام، يعني على سبيل المثال إذا إحنا كنا عم نحكي عن أندرويد ففي بعض الأشخاص اللي هن ما بيستخدموا مثلا البلاي ستور لحتى ينزلوا الابليكيشن تبعوته، لا بيستخدموا شيء تاني. تمام، فاستخدام هالبرامج الثانيه اللي هي بتعطيكي كمان برمجيات لحتى تنصبيها فهي تعتبر غير امنه مقارنه باني انا احمل من البلاي ستور على مستوى مثلا اندرويد. فالموضوع هو مختلف بحسب فهمنا لحنا شو البرمجيات اللي بدنا اياها، هل لحنا متاكدين من هالبرمجيه هي صحيحه او لا. بالمجمل دائما لحنا معرضين، ولكن اذا كنا منتبهين صح ومحددين تماما جايات عملنا فلحنا قادرين نضمن القصه. كيف بدك كيف الواحد بده ينتبه اذا على مثلا الايفونات لازم تفتح في بي ان ولازم يمكن تاخذ كودات من غير بلدان اذا بدك تعمل تحديثات؟ صحيح. او هيك صحيح. كمان هدول قديش خطرين وقديش يعني الجهاز هو رح يخترق بهي الحالة؟ هلا هي بطريقة أو بأخرى الفي بي ان هو عبارة عن اتصال، الهدف إنه لحنا بكونه بسوريا وبسبب العقوبات الأمريكية علينا فلحنا ما فينا مثلا نستخدم ميزات أبل مثلا بشكل مباشر أو ميزات جوجل بشكل مباشر، فمضطر إنه لحنا نطلع من خلال الفي بي ان بسبب العقوبات اللي هي موجودة علينا. هلا هذا الاتصال بحد ذاته بعض البرمجيات هي تعتبر خطيره انه نحن نستعملها، والبعض الاخر هو يعتبر امن. يعني ما في مشكله اذا نحن استخدمنا مثلا اشتراكات من بعض الشركات او بعض البرمجيات اللي هي ممكن تكون مجانيه ولكن من شركات عالميه كبيره بهدف انه نحن نقدر نسحب هالتحديثات من هالبرمجيات اللي هي تعتبر موثوقه. نعم. طيب خلينا نحكي قديش مهم فعلا يمكن نحدث كل فتره وفتره البرامج على اجهزه الموبايل وقديش فعليا بتاثر. هلا كثير من الاشخاص بتعير اهتمام للتحديث على الموبايل ولكن ما بتعير الاهتمام على اجهزه الكمبيوتر. بالحقيقه اجهزه الكمبيوتر احيانا ممكن تكون اهميه اكثر من اجهزه الموبايل بحكم انه احنا معلوماتنا الاساسيه بتطلع من البدايه من خلال الكمبيوتر وليس من الموبايل. الا اذا احنا عم نحكي عن شيء الشخصي اللي هو الصور وقت احنا متصور او مساوي فيديوهات او الى اخره من القصص. عملية تحديث أنتي فيروس أو تحديث أجهزة موبايلنا فقط هيك لحالها ما بتكفي، لأنه اليوم الكل جهاز موبايله متصل مع كمبيوتر فبالتالي المعلومات الموجودة هون موجودة كمان على جهاز الكمبيوتر. فالتحديث سواء على مستوى نظام التشغيل كمضاد فيروس أو في شيء مثلا احنا بنسميه فايروول الجدار الناري بيقولوا بعالم التكنولوجيا هو ليس يعني لا يعتبر هو خلص أنه أنا هيك صرت محمي، لا يوجد أمور أعمق من هيك لازم نحن نشتغل عليها لحتى نحمي. بالمجمل لازم دائما نعمل أبديت لكل شيء برمجيات موجودة عنا سواء على مستوى الكمبيوتر اللي أنا بعتبرها هي بالدرجة الأولى الأهمية
ومن ثم على مستوى الموبايل. لكن بننصح كل المشاهدين دائما يعملوا ابديت وتحديثات لكل الابلكيشن وللموبايل. امين خلينا نحكي على شان الشخصي اللي بيخصك. حضرتك عم تفتح مختبر صغير، خلينا نحكي عن هذا المختبر ونتعرف عليه وشو بيقدم وشو بيعمل. بسبب انتشار ثغرة المعالجات اللي بلشت بالشهر الثالث بهي السنة، فلحنا عم نشتغل على مختبر صغير هو بحاكي جهاز مثلا موبايل ايفون واندرويد بالاضافة لجهاز كمبيوتر موجود عليه مايكروسوفت ويندوز، جهاز كمبيوتر موجود عليه سيستم لينوكس اللي هي الانظمة الاكثر انتشارا واستعمالا من قبل الاشخاص. الهدف من هذا المختبر انه لحنا ما قبل ظهور هي الثغرة مع استخدام البرمجيات اللي نحن دائما نشتغل عليها مثلا وورد اكسل على مستوى الموبايل مثلا واتساب فيسبوك، هل يا هل ترى نحن قبل انتشار هالثغرة معلوماتنا كانت بخطر؟ يعني انا اليوم وقت كنت عم استخدم موبايلي او كمبيوتري لاخر تحديث قبل ما تظهر هي الثغرة، هل كان في بيانات هي ما لها علاقة ببيانات البرامج نفسها عم تنبعت على الانترنت؟ بمعنى اخر في شيء بيانات شخصية لإلي كانت عم تنبعت على شبكة الانترنت؟ هل معلوماتي كانت مسربة؟ هل كان عم يتم استغلالها من قبل الشركات العالمية أو لا؟ هذا الهدف من المختبر. طبعاً التجربة تبعه هي بحاجة لأشهر وليس نتيجة خلال أيام، لأنه نحن دائماً عم نشتغل على هدولة الأجهزة بالاستخدام الطبيعي وعم نشوف وعم نراقب كل شيء بيانات عم تطلع على شبكة الانترنت. هل في شيء عم يطلع له علاقة فيني ولا لا؟ اللي عم يطلع هو فقط بس بده مواكبة بشكل مستمر، يعني تقريبا احنا محددين انه هي بدها تقريبا 3 شهور لتطلع معنا النتائج الأولية انه للبرامج الأكثر استخداما. هل انا بالحالة الطبيعية رح يطلع بيانات على علاقة بسريتي ولا لا؟ اللي عم يطلع هي بيانات عادية لحتى تاريخ ما قبل صدور هي الثغرة. طبعا بحسب مايكروسوفت فلحد هلا ما صار اي استثمار او استغلال لهي الثغرة على المستوى العالمي. طبعا لابد وعلى ما يبدو انه رح يكون في استغلال كتير كبير لها خلال الاشهر القادمه. قديش بيفيدنا هيدا المختبر ضمن الحصار او العقوبات المفروضه علينا؟ فينا نقول خلينا نحكي انه نحن عم نشتغل على شيء على مستوى بلدنا. هل نحن بمنظوماتنا الحكوميه والقطاعات الخاصه هل هي نحن امنين عن جد ولا لا؟ وعلى المستوى الشخصي هل نحن امنين ولا لا؟ يعني بياناتي انا فيني امن احطها على موبايلي ولا هي عم تصير مثل ما بحطها على موبايلي مثل ما انا شايفها غيري برا؟ نعم امين. حلو عالم التكنولوجيا وحلو التطور ولكن متعب ولازم دائما نكون مامنين حالنا. بالختام نتشكرك وشكرا يمكن لهالمخ السوري اللي عم يشتغل على ارض واقع على الارض من اجل حمايه العديد من الناس من اجل الاختراقات. شكرا كثير امين. شكرا كثير لك. شكرا لك امين الزين، في خبير في عالم التكنولوجيا وامن المعلومات. بدنا لك التوفيق بالمختبر اللي عم تقوم هلا حاليا بيمكن انجازه، ونتمنى لك التوفيق وشكرا كثير لك.